كل وحده يقول اقرا هاي الجمل، كل وحده تحتوي على معنى. فيرب عندنا هنا شنو؟ الفيرب نوك بمعنى يطرق، والفيرب له عده شنو معاني في كل جمله. A beggar knocked at my door. المتسول طرق بابي. Knocked at my door. I knocked the vase off the table and broke it. انا رفعت او شلت knock off the vase المزهريه off the table من على الطبله منضد and broke it وكسرتها، شلتها وكسرتها. He always knocked off at 6 o'clock. He finished his work. اذا عندنا knocked off. Knocked off معنى شنو؟ finish. ينطي معنى finish معنى يعني. He always knocks off at 6 o'clock. هو دائما ينهي عمله الساعة بالستة. The shop assistant knocked 10% of the bill. هاي شنو؟ The shop assistant هذا الصانع في المحل شو يسوي؟ Knocked 10% of the bill. Reduce the price. يقلل السعر. إذن هنا knocked. هنا تجي knocked off. شنو knocked off؟ إيش تجي هنا؟ هنا جت ينهي وهنا جت يقلل من البل من القائمة. قلل السعر. A car knocked the boy over. عندنا knocked over. Knocked over. It hit him hard and made him fall. ضربته أو صدمته hard بقوة and made him fall وأوقعته. إذا knocked over قلبته. تجي هنا knocked over قلبه يعني قلبته قلبه. السيارة قلبت الولد يعني رأسا على عقب. In the fight the thief knocked out the policeman. هنا نوكت اوت تجي هنا شوية الجملة طويلة أنا على موتكم أسوي زوم زين. In the fight في القتال مشاجرة قتال the thief lost knocked out هنا knocked out the policeman. The policeman was unconscious for 3 minutes. إذا هنا تجي ضربة knocked out في القتال في الشجار اللص ضرب الشرطي ضرب اللص الشرطي أوكي انتج ضربة الشرطي اوكي وشنو كان الشرطي فاقد للوعي لثلاث دقائق اوكي اعزائي زين ناتج نوكت اوت لاحظ هنا نوكت اوت سدد الضربة يعني لكمة ناتج لكمة او ضربة نوكت اوت زين ننزل جوا put in the right words زين خلينا نشوف هسه طبقا لهذا التمرين اللي احنا درسناه هسه فوق راح نحاول شنو نحاول نحل التمرين اللي جوا زين. He did not know how to fight but he knocked the boxer. He did not know how to fight. هو لم يكن يعرف كيف يقاتل. But he knocked هنا ايش تنطي هذا بوكسر؟ knocked out اذا تنطيها شنو؟ تنطيها knocked out ضربه سدد شوف knocked out من أخذناها من هذه آخر جملة تشبهها. This flower pot is broken. هذا يعني المزهرية flower pot مزهرية أو أصيص الزهرية اللي بها الزهرة okay is broken مكسورة. Who knocked شنو who knocked اختار لها no who knocked off knocked off من كسره هو knocked off بمعنى هو مكسور knocked off فتخلي شنو تخلي off. I knocked early this early yesterday and went to the to a football match. أنا knocked شنو off knocked off أنهيت عملي مبكرا البارحة and went to a football match وذهبت إلى مباراة كرة القدم. Listen, someone is knocking at. هنا knocking at إذا موجودة هنا. Knocking the window. Knocking. استمع شخص ما knocking شنو يطرق أو يضرب at. ولو هي ماكو هنا ال at. Okay. At بس هنا ممكن تنطيها knocked.
تنطيه نوكت اوفر، نوكت اوفر ذا ويندو، يطرق على او يضرب على الشباك. Rewrite that frog sentence to the correct form verb knock. هنا عندنا ايضا knock. زين. In the place هاي طبعا المكان هذني هذني المايله احنا راح نخلي النوك والكلمه اللي وراها. The old lady hit the thief over the head with a candlestick and knocked out. The old lady السيده العجوز مره كبيره في السن hit the thief ضربت الثيف اللي over the head فوق راسه with candlestick هاي الشمعدان او حامل الشمعة and شنو and knocked out تخلي knocked out بدال هذه راح تخلي knocked out و ضربته اذا ضربته ورفست وانتج رفسه ايضا. At what time do you knocked at what time you knock off knock off بدون ايدي you knock off every day knock knock off knocked off ينهي هنا ينهي العمل. The shopkeeper reduce the price هنا الصاحب المحل reduce the price قلل السعر of all his goods جميع البضاعة مالته by 20%. هنا عندنا shopkeeper reduced قلل القلل اشتجيه هنا طبعا knock بما انه ماضي knocked off نعطيها knocked off قلل السعر.